كعادتهم في التألق والإبداع، رمة الكويت دائما بالموعد لاعتلاء منصات التتويج، ففي أجواء تنافسية مميزة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، واصل رماتنا حصد الميداليات. ففي منافسات بطولة سمو الأمير الدولية، تمكن المتألق ناصر المقلد من التتويج بالميدالية الفضية بعد أن توج العماني سعيد الخاطري بالذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكازاخستاني فيكتور خيسنوف. أما في البطولة الأسيوية المصاحبة، فكان التألق كويتيا لافتا بعد أن توج الأبطال ناصر المقلد وطلال طرق الرشيدي وخالد المضف بذهبية الفرق. بطولة الأمير بالنسبة لنا يعني شيء مهم جدا أن الشباب يفوزون فيها، وإحنا سعيدين بالنتائج اللي قدموها منتخباتنا الوطنية في هذه البطولة. واليوم يعني منتخب الشباب فريق يعني جاب نتيجة ممتازة جدا، وأيضا السيدات جابوا نتائج ممتازة. إحنا طبعا بالنسبة لنا أهم شيء الأرقام زينة، وإحنا نتمنى إن شاء الله يعني في البطولات القادمة للمؤهلة للأولمبياد في أذربيجان بكوريا أن نحقق إن شاء الله تأهل إلى أولمبياد باريس. الحمد لله توفقنا في هذه البطولة، منها مشاركات الدول، من أكبر الدول اللي تشاركت في بطولة الأمير وبطولة آسيا، والحمد لله حققنا المركز الثاني ومركز الأول في الفرق. الحمد لله إحنا حققنا الميدالية الذهبية في الفرق في رماية التراب، وتعتبر هذا إنجاز جدا مشرف للرماية الكويتية، وهذا تعتبر البطولة تجهيز لنا إن شاء الله في البطولات القادمة، بطولة كأس العالم المقامة في قطر بعد أسبوعين، ونتمنى إن شاء الله تحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات إن شاء الله في البطولات القادمة، ومشكورين على تواجدكم. التألق الكويتي استمر مع منافسات السيدات، لا سيما بعد أن شهدت البطولة ولادة نجمة واعدة المتألقة هاجر عبد الملك، والتي توجت بذهبية البطولة الأسيوية في مسابقة التراب، في حين تمكنت المتألقة الأخرى سارة الحول من خطف الفضية بعد منافسات مميزة لمنتخبنا الوطني. الحمد لله حققت ميدالية ذهبية في هذه البطولة، وكانت خوش مشاركة الحمد لله، وإن شاء الله أطمح أحقق ميداليات أكثر والقادم أفضل إن شاء الله. نتائج لافتة لرماتنا وحضور قوي كالعادة لأبطال منتخبنا الوطني، حاصدين 9 ميداليات متنوعة في بطولة سمو الأمير الدولية والبطولة الأسيوية المصاحبة لها. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.